تعرفوا يا جماعة، أنا أحسن شغلة أكرمني فيها ربي إنه بعت لي ابني مسعود وقدرني حتى ربيه على فعل الخير وحب الناس. ونعم التربية والله. بالفعل مسعود الله يحرسه ويخلي لك يا بيرفع الراس، وما في زلمة بهالحارة إلا وبيتمنى يكون عنده ولد مثله. وأهم شغلة فيه إنه شهم وزقرد وقبضاي وبيلحش حاله على فعل الخير لحش. لك إيه لكن قليلة، رقدته معنا لما نقلنا من بيت لبيت. إيه عدم المؤاخذة يا جماعة، العتالين تعبوا من زق الغراض وهو ما تعب. ما بيتعب ابني، مستحيل يتعب. مظبوط. إيه الله وكيلكم لما حمل الصوفية الكبيرة ولحشة هيك على ظهره ورقد على هالدرج، إيه أنا كمشت قلبي بإيدي، خفت ينبق له شي قر أو ينزل له شي فتاء من حمل الصوفية. لسه ما شفته شي وبيحمل صوفية تانية فوق. يا لطيف تلطف، شو ها؟ بالله شو ها؟ الله يجيرنا يا رب. لما عصيت رجل بنتي الصغيرة تحت طنبر المازوت؟ بلا ذكرت يوم يلي وقع منها سنسال الذهب ونزلت تسحبه من تحت الطنبر. اي والله، اي والله، ابنك مسعود الله يخلي لك يا لوحده، لوحده سحب البنت من تحت الطنبر مثل ما بتسحب الشعرة من العجين. اي الله يخلي لك هالولد، شو بطل. اي والله، اي والله. عمي مسعود، عمي مسعود. خير سعيد، شباب أخذوا مسعود بحالة إسعاف على المستشفى. ابني مسعود؟ الله يجيرنا يا رب. خير؟ لك احكي بسرعة، شو بو مسعود؟ هادي يا سيدي، كنا ماشيين أنا ومسعود بالحارة، ولما وصلنا قدام بيت الست انشراح، قام مسعود شم ريحة غاز طالعة من بيت الست انشراح، وأكيد نط على البيت لأنه بيعرف إنه ما في حدا بالبيت. هذا اللي صار، فات على البيت من الشباك وسكر قنينة الغاز، ولما رجع بده ينزل من على ماسوت المي وقع وانكسرت رجله. لا حول ولا قوة إلا بالله، وينه هلأ؟ أبانه مستشفى؟ عمي أبو مسعود، أنت روح على البيت وطمن خالي أم مسعود، لأنه لما قلت له داخلته مدري شو صار له. أنا رايح على المستشفى وبحكيكم من هنيك تليفونات، ولا تخافوا، بسيطة إن شاء الله. أمنت بالله على هالنهاية؟ لك شو ها؟ بالإذن يا جماعة. طول بالك، مع السلامة. لا إله إلا الله ولا قوة إلا بالله. مسكين يا مسعود، ما بيستاهل والله. شفت؟ شفت هالشب شو شهم وقبضاي؟ الله يسلمك. شو سعيد؟ طمني، اوعى يكون الولد انعطب وعم تخبي علينا. ها نعم، منيح، الله يطمنك. عم يقول الشغله بسيطه. لك ايش بنا مسعود؟ والله انا ما رحت على المستشفى مشانك، والله الف الحمد لك والشكر يا رب، الف الحمد لله. طمني، يعني رجله ما صار له شيء؟ كسر صغير بس؟ كسر صغير؟ أمي حلي اجت هيك، الحمد لله يا رب والف الحمد لله. سعيد، طمني دخيلك، طمني على صابونة رجله. صابونة رجله، اوعى تكون زحطت من مكانها. ما زحطيت؟ منيح، الله يطمنك. اعطيني اياه خليني احكي معه. عم يجبروا له رجله؟ طيب امتى نحن ممكن نجي؟ ساعة زمان؟ ايه ماشي الحال، خبرنا كل شوي والتاني الله يرضى عليك. ايه مشان نطمن يعني انا وامه. الله معك. عم يقول سعيد ما في داعي لروحتنا على المستشفى هلا. شلون ما في داعي؟ شلون ما في داعي روح هلا؟ انا هلا بدي اروح لعند ابني على المستشفى، معقوله اضل قاعده هون وابني بالمستشفى؟ لك طولي بالك هلا يا ام مسعود، طولي بالك شوي، لو رحنا هلا ما رح نستفيد شيء، لانه مسعود بغرفه العمليات ووقت بيطلع بخبرنا سعيد. وشو الله جابرنا لحتى نستنى هون نحنا؟ بس لحتى نطمن أهل الحارة، هلأ بيكون انتشر الخبر بالحارة كلها ونشغل بال الكل عليه. مسعود هلأ قبضاي الحارة وزكرتي تبعها، هو البطل وسلامته بتهم الكل يا أم مسعود. الله يصلحه ويهديه، شو إنه طايش ومتهور. إيه يا أبو سعيد، ما لازم نروح نسأل عن مسعود؟ طبعاً لازم نروح.
لك هذا ابن الحارة البار وبطلها، لازم نطمن عليه. ايه قوم لك لنوصل لبيت ابو مسعود ونشوف شو صار معه. روح انت سبقني لهنيه وخبرني بالتليفون شو بيصير معك. انا قاعد عم بستنى ابني مسعود بده يخبرني من المستشفى وبدي اطمن. وهواك زادك بالاذن. مع السلامه. ايه سعيد الله يرضى عليك، رجع خبرني شو بصير معكم. يرضى عليك الهي، الله معك. طمني الله يخليك، شو الاخبار؟ عم يقول سعيد ما في داعي نروح على المستشفى، بعد ساعه زمان بخرجوه. ورجله جبروا له اياها؟ ايه مشي حالها، يعني جبروها. قولي على قامتي ان شاء الله. يعني كان ضروري ابني يطلع على الماسوره؟ مين تشب فيه بالحاره؟ ما التقى غيره يطلع هالطلعه هي؟ لا يا ام مسعود لا، لا تحكي الحكي قدامي، لا تحكي. الله يرضى عليكي. صحيح في 100 شب بالحارة، بس شباب الحارة كلياتها كوم، وابننا مسعود كوم. ابننا شهم الحارة وبطلها، ومو معقولة ابدا يستنى غيره ليطلع على بيت انشراح وهو يضل واقف عم يتفرج. اخ من طول عمره هالولد كثير غلبة. لا تقولي عنه كثير غلبة يا ام مسعود، هذا بطل شجاع ما بيهاب من شي، وانت لازم تفتخري فيه. ليش؟ لانه انت امه، انت ام البطل. اهلين رانيا فوتي. لك خير شغلتي لي بالي، ليش بعثتي لي خبرين؟ دخيلك يا رانيا، قلبي عم يفور ويغلي، بدي اخذ منك الخبر اليقين. خير شو في؟ صحيح انه مسعود بالمستشفى؟ ايه بالمستشفى، بس ما في شي، يعني كسر بسيط برجله. خي هلا ارتحت. تفضل. ها جزان، انت عرفانة عن شو عم تحكي؟ عن شو عم بحكي؟ مسعود هذا اللي مشغول بالك عليه، ما صار لك شهرين فسخة خطبتك عنه. اي واذا هلا لا تجننيني، لك ليكون لساتك معلقة فيه. هلا اذا كنت فاسخة الخطبة انا وياه، يعني ما بيحق لي اني اقلع عليه؟ بصراحة انا ما عدت افهم عليكي ابدا. كوني فسخت الخطبة انا وياه، هذا ما بيمنع ابدا اني اكون معجبة ببعض جوانب من شخصيته. ها او شو هالجوانب هي؟ انه شهم وشجاع، وهالميزة هي صارت نادرة بشباب هالايام. ها قلتيلي، ليش انتي ما بتعرفي شلون تعرفنا انا ومسعود على بعض؟ هاتي لي شوف ذكريني. يا ستي كنت الصبح رايحة على الجامعة، واقفة عم بستنى الباص، قام مرق سعيد، هذا الغليظ ابنه لابو سعيد، عرفتي؟ ايه عرفته. ايوه وبلش يخفف دم ويتغالظ علي، وانه كان يحل عني عبس. وما كان في حدا جنبي؟ لك لا كنت لحالي، الدنيا الصبح بكير وما في الدومري. وبعدين شو صار؟ لأجل الحظ كان مارق مسعود، قام شافه لسعيد وهجم لك عليه هديك الهجمة، وعلق فيه ضربه على وين يوجعك، وصار يقول له مو عيب عليك تتحركش ببنت من بنات حارتنا؟ وعلقت لك بيناتهم هديك العلقة، مسعود يضرب وسعيد يصرخ، هداك يضربه وسعيد يصرخ، قمت أنا شو خفت عليه للشب، وصرت أترجى لمسعود إنه يتركه. وتركه أخيرا؟ تركه، بس بعد شو؟ بعد ما علمه درس مرتب بحياته ما رح ينسى، وهذا كان أول لقاء بيناتنا. إيه بس على علمي سعيد ومسعود من أعز الأصحاب. إيه بجوز صاروا أصحاب بعدين، لأنه مثل ما بيقول لك المثل لا تأخذ صاحب إلا من بعد قتله. إيه بس يا خوفي يكون مسعود هو اللي بعته لسعيد ليعمل هيك هالتمثيلية قدامك. معقولة؟ بقى مثل ما بتعرف يا أبو سعيد أنا كنت معلم مدرسة وبعرفه منيح لمسعود. صحيح هو بليد وخرطبيل وذهنه سميك، بس الشهادة لله كان جريء وموار. اي نعم واضح هالشيء واضح. وبتعرف مدرستنا قديش مهرهرة وعتيقة، والجرادين والفيران عم تسرح وتمرح بكل رياحة. صحيح على طول الأولاد عم يشتكوا من هالشيء. اي والله. المهم يا أبو سعيد، كنا مرة مجتمعين بغرفة الأساتذة ومسكرين علينا الباب، وفجأة ما نقينا لك إلا جردون كبير قد دجاجة عم يفعفع برجلينا. نطينا دغري أنا والأساتذة والمدير ونائب المدير وأمين السر على الكراسي، وبلشنا نصرخ ونولول نصرخ ونولول. معكم حق والله شي برحيب، والجردون بيحمل مرض الطاعون يا لطيف. وإنه كان في حدا يسترجي ينزل ويقتل هالجردون؟ عبس لا تتعب، ما في حدا بنوب. وضلينا واقفين على الكراسي لحتى وصل الخبر لمسعود. وأكيد مسعود ما كذب خبر. يا سيدي هذا اللي صار، ترك كل شيء من ايده وركض لعنا على الغرفه، وتناول لك مسطره المدير الغليظه وسلخ الجردون فرد ضربي على راسه وجاب اجله. ونزلتوا بعدين على الكراسي؟ ايه نزلنا وتشكرنا مسعود، وقال له المدير اطلب واتمنى، لازم نكافئك على شجاعتك واقدامك. ايه وشو طلب؟
طلب يسلم مجلة الحائط مع انه ما بيعرف الخمسة من الطمسة. المهم سلمنا المجلة وظل يخربش فيها سنة كاملة. يا سيدي فظيع المسعود، كل يوم عم بسمع عنه قصة جديدة. يا ريت في عنا بهالحارة شي عشرة مثل حكايته. بالفعل يا أبو سعيد كنا بألف خير من الله. تعرف أبو سعيد أنا عم فكر نعمل له لمة لمسعود، يعني هلأ أكيد لازم مصاري بالمستشفى. إيه والله جبتها يا أستاذ، مثل ما عم يوقف مسعود مع أهل الحارة بالشدائد والملمات لازم أهل الحارة يردوا له شوي من جمايله بهيك ظروف. جبتها، يلا سيدي. يا عيني عليك يا أبو سعيد، تفضل. يلا اخي ابو مسعود انا بدك تسمح لي. بكير لسه ابو شاكر، المسا برجع بالطمان. الحمد لله على سلامته لهالبطل. الله يسلمك ويخلينا اياك. لا تنسى اول ما بيرجع مسعود من المستشفى بتتصل فيني. ها ايه اكيد ولو. يا اهلين وسهلين ابو شاكر. يلا السلام عليكم. الله معك حبيبي، الله معك حبيب القلب. صاحب نخوة هلأ أبو شاكر. لو كان صاحب نخوة ما كان خلى مسعود يتعربش على الماسورة. وليش بقى؟ لأنه بيته بلزق بيت انشراح وعنده ثلاث شباب كل واحد قد العضاضة. ليش ما خلى واحد من بيناتهم يساعد مسعود أو يطلع بداله على الماسورة؟ مسعود ما بيحب حدا يسبقه على فعل الخير. ليش؟ لأنه شهم، ابنك شهم، فهمتي؟ الشهامة ماشية بدمه. اهلين وسهلين ست انشراح. الله يسلمك. تفضلي تفضلي. كيفكن يا جماعة؟ من الله بألف خير. تفضلي تفضلي. خير؟ شو هالحكي يلي سمعته؟ كله مشان بيتك. لا يا مسعود، ما حدا ضربه على ايده وقال له نط على بيت المخلوقة. ما حدا قال له نط. مشان بيتي؟ ليش شو صاير ببيتي؟ يا ستي القصة وما فيها، ابننا مسعود كان مارق من حد بيتكم بالصدفة، قام شم ريحة غاز طالعة من البيت، دق باب البيت ما حدا رد. قام المسكين توسواس، لعبة الفارة بيعبه، قال لحاله أكيد جماعة جوات البيت شامين ريحة غاز وأبصر شو صاير لهم. الفارة لعبة بيعبه، حاول يكسر الباب ما انكسر معه. لعبة الفارة بيعبه، ما لقى قدامه طريقة غير إنه يتعربش على الماسورة وينزل على البيت. ولحسن الحظ ما لقى حدا بالبيت، قام سكر أنينة الغاز وفتح الشبابيك ليتهوى البيت. الفار بيلعب بالعب، بس من سوء حظه وهو نازل من على الماسورة انكسرت ووقع على الأرض وصار اللي صار. ايه انتو التانيات كنتوا صلحوا الماسورة يا ست انشراح. الله يصلح، الله يصلحكم. بس أنا الغاز خالص عندي. هلأ خلصتي الغاز كمان؟ ايه لولا ابني مسعود كان بيتك راح بخبر كان. يعني شرارة شرارة ممكن تحرقه. صدقيني يا خالي، من وقت ما رحت لعند أهلي من ثلاثة أيام والغاز خالص. بالعلامة لما فضلت قنينة الغاز حطيتها على البلكون. يلا حصل خير، المهم سلامة مسعود. الله ستر، الله كبير بعد اسمه، يسلم لي هالرب. يعطيك العافية. أهلين وسهلين. مرحبا عمو. أهلا وسهلا. خير؟ شوفي شو القصة؟ شو وينه مسعود؟ مين الست انشراح مظلومة؟ أنا. تفضلي معنا على المخفر، عاوزينك شوي. سألنا عنك بالبيت ما لقيناكي.
وشو اخذني على المخفر انا؟ شو القصه يا اخي؟ هلا بتعرفي كل شيء من رئيس المخفر، راح انتظرك برا بالسياره. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. لك سعيد طمني، شو الموضوع؟ شو الاخبار؟ وين مسعود؟ مو على اساس بدك تجي انت وياه؟ والله ماني عارف ليه بدي ادعمي ام مسعود. اخي انت من الاول، من الاول انت فهمني شو في. مشان الله احكي شو في، سيب تركبي احكي. هذا لما كان ممرض عم بيضم جرحه لمسعود، لقى بجراباته ثلاث خواتم ذهب واسواره مبرومه. ثلاث خواتم واسواره؟ قام الممرض شك بالموضوع واتصل بالشرطه. ايه الشرطه لما حققت مع مسعود اعترف انه كان سارقهم من بيت الست انشراح. شهم والله انا كان قلبي شاككني والله. فعلا فعلا انا طلعت ام البطل. المهرجان الماضي واجهنا شوية صعوبات ووقعنا بشوية مطبات وصار عنا أخطاء وعسرات كتيرة، ونحن معترفين بهالشي ما ننكر أبدا، بس الحمد لله نفدنا ومرق المهرجان على خير. ربكن ربكن بعد اسمه كان ينفدنا كل مرة مثل الشعرة من العجين، بس المثل بيقول مو كل مرة بتسلم الجرة، ويا خوفي السنة تنطبش الجرة فوق راسنا. معك ها أستاذ مسؤول، يعني بالحقيقة نحن لازم نستفيد من أخطائنا وعسراتنا الماضية، وخصوصي بحفل الافتتاح. ليش شو كانت ملاحظاتكم على حفل الافتتاح؟ اولا لازم نحط باعتبارنا انه هذا افتتاح مهرجان سينمائي، يعني الحضور لازم يكونوا سينمائيين وفنانين والضيوف بس. بصراحه بتصور هالشيء صعب شوي، لانه ما فينا ابدا نتجاهل الفعاليات الموجوده بالبلد، يعني مثلا ما فينا ما نبعث 100 كرت لاتحاد المؤسسات المتحده، لانه بالمقابل الجماعه مو مصري معنا ابدا، يعني كل ما صار عندهم احتفال مهرجان مؤتمر بيبعثوا لنا البطاقات اول ناس. بعدين جمعيه النساء السائرات، هدول متعودين كل مهرجان يبعثوا لنا 20 عضو لحضور حفل الافتتاح، هذا طبعا ما عدا اتحاد الرياضه، نقابه الحلاقين، جمعيه البر، مؤسسه تراكتورات المدينه. هدول ما اختلفنا عليهم استاذ، يعني الصاله كبيره وبتستوعب 3000 مدعو. صحيح، ورغم هالشي ما عم تكفي، لأنه نحن عم نوزع 10,000 بطاقة، يعني قد عدد الكراسي بثلاث مرات. طيب شو الحل برأيكم؟ أنا برأيي هالسنة نختصر ونعمل البطاقات على عدد الكراسي. والله شي بحير، مين اللي نختصر لكان؟ أعضاء السلك الدبلوماسي مثلاً؟ أستاذ سلامة عرفك، الدبلوماسيين أول ناس لازم يحضروا لأنهم بيعملوا برستيج للمهرجان. مين اللي نختصر لكان؟ الصحفيين والفنانين؟ أعوذ بالله، هدول من أهل البيت معقول لازم يكونوا موجودين؟ طيب مين لكان؟ جماعة الفن السابع ودور اللهو؟ أعوذ بالله أستاذ، كل شيء إلا هدول، هدول لازم نحجز لهم صف كامل لأنهم عم يدفعوا رسوم وضرائب وريع مذهل لنقابتنا. أصبح ما ضل عنا غير فرع مراقبة المؤتمرات والمهرجانات والتجمعات البشرية. كمان هدول ما فينا نختصرهم، لأنه مراقبة المهرجان وفعالياته من ضمن اختصاصه. لكان على الحالة ما فينا نختصر حدا أبداً، يعني مضطرين نوزع 10,000 بطاقة ونحن عم نضحك ونلعب. المصيبة إنه الكراسي ما بتكفي. على كل حال نحن بنعمل واجبنا وبنوزع البطاقات، وكل واحد منهم بيدبر راسه. يصطفلوا، يلي بيجي بكير بيقعد واللي بيتأخر بتروح من كيسه، مو هيك أنسة مديحة؟ هذا أحسن حل، وبهالصورة ما حدا بيعتب علينا. بس أنا اللي مستغربه، شلون بحفلة توزيع جوائز الأوسكار ما بيصير عندهم فوضى مثل عنا؟ سيدي اسمعوا سطيح، بيصير عندهم أكثر من هيك، بس هنن بيغطوا على بعض، ما بينشروا غسيلهم الوسخ على صفحات الجرائد مثل ما بنعمل نحنا. طبعا، يعني معقولة ما تضيع الطاسة بمهرجان عالمي مثل الأوسكار وتضيع عنا بس؟ إيه لا لا، مو معقول، مو معقول ابنو، بدها تضيع، بدها تضيع، ما في كلام، بدها تضيع إجباري. ألو نعم، أهلين أخت وصال، أهلين الحمد لله، كيف؟ طبعاً حاسبين حسابكم، يعني معقولة ننسى جمعية النساء السائرات؟ شلون ما وصل شي؟ أنا بإيدي بعثت لكم 20 بطاقة مع الأخت اعتماد. شلون؟ الأخت اعتمادنا هو لأعتمادها؟
ومين الأخت المسؤولة هلأ عن العلاقات العامة؟ أيوة الأخت انتصار. أيوة الجمعية انفصلت وصارت جمعيتين. لا 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 صدقيني ما عنا خبر. لا لا ملحوقة، انتي بعتيلي الأخت انتصار وأنا بدارك الموضوع ولا يهمك. أهلين، الله معك، مع السلامة. شو أستاذ أمر؟ بيلحق معك الفيلم للمهرجان؟ إن شاء الله بيلحق، عم نشتغل ليل نهار بالمكساج. أوعك ها، مو حلو أبداً يكون مهرجان بأرضنا وبين جمهورنا وما يكون عنا فيلم نشارك فيه. هو طالما نزلتوا فيلم بآخر يوم بالمسابقة معناتها بيلحق، وإن شاء الله راح يكون مفاجأة المهرجان وأنا واثق. آمين آمين يا رب. إيه أستاذ، والضيوف إمتى راح يوصلوا؟ بعد بكرة، ما عدا المخرج البولوني لأنه بده يوصل بكرة. بكرة؟ وليش لحتى ينبكنا من بكرة؟ يبدو ما لقى حجز طيران يناسبنا. يا أخي أنا أصلاً كنت ضد إنه يندعى هالمخرج للمهرجان. وليش بقى؟ يا أخي ما حدا سمع عن باسمه، ولحد هلأ ما عمل ولا فيلم بفش القلب. يعني مين بدنا نجيب لك أنت التاني؟ جيمس كاميرون مخرج التايتانيك؟ هالمخرج البولوني هاد على قد إيدنا، بعدين الأصدقاء البولونيين بعمرهم ما قصروا معنا. بالفعل كلام الأستاذ مصون صحيح، لأنه ما في دورة لمهرجان إلا وبعتونا دعوة أو دعوتين. كتير صاحبين واجب هالجماعة. هالبروتوكولات ما اختلفنا عليها، بس لازم يكون في وجوه معروفة بين الضيوف لحتى الجمهور يتحمس للمهرجان. من ناحية الوجوه المعروفة لا تأكل هم، عماد سرحان لحاله بيكفي ووفي. لك ما شفت السنة الماضية كيف كان يعمل أزمة مرور كل ما طلع من الأوتيل ويمشي بالطريق؟ أسيدي ما اختلفنا إنه نجم، بس يعني طلع من مناخيرنا. هاي رابع مرة ندعي للمهرجان، شو ما في بالدنيا غيره؟ في غيره كتير، وبيجوز يكونوا أحسن منه، بس نحن عم ندعي له بالذات كنوع من التكريم. أسيدي ببلده ما كرموه حتى نكرمه نحن. لك اشتهيت على ربي شي مرة شوفهم عم يعلقوا على صدره شي شقفة هيك وسام أو حتى عم يعطوه شهادة تقدير. ما في شي من هاد بنوب. ما في غيرنا اللي منطبل له منزبر له. منترك نجومنا الكبار ومنلحق الصغار، ليش ما بعرف. بعدين تعال أقلك، يعني عماد سرحان نجم فولجير، نجم تيرسو، يعني مخرج الواحد يكرمه تكريم راقي فني. أنا ما عم بحكي عن التكريم الفني، أنا قصدت إنه عم ندعيه تكريماً لمواقفه السياسية ومبادئه الوطنية. إيه شو عاملين نحن؟ مهرجان سينمائي ولا مهرجان خطابي؟ ما في فرق، ما في فرق كبير أستاذ زمر. المهم هلا شو بقي من جدول الأعمال؟ لسه ما ناقشنا الندوات الموازية للعروض. إيه خلاص ما بدنا نقاش، مثل كل سنة هاي الجداول موجودة. خلوني هلا أقرا عليكم الكلمة اللي بدي ألقيها بحفل الافتتاح من شان تعطوني ملاحظاتكم. تفضل أستاذ. ألو نعم. أهلين كوثر. الحمد لله، أنت شو أخبارك؟ أنا خليها لله، مطهوشين بهالمهرجان. إيه الافتتاح الخميس الجاي. أنتو مين بدك تروحي؟ أنتو بيت حماكي. لا ولو بدبر لك، بيكفوا 5 بطاقات؟ ما بيكفوا، بدك 10. طيب ماشي الحال، مري لعندي اليوم المساء وإن شاء الله بدبر لك. أوكي يلا باي باي، مع السلامة. يعطيك العافية. أهلين الله يعافيك. أنا صحفي ومكلف بتغطية المهرجان، مشان هيك بدي بطاقات لأقدر أغطيه منيح. معك كتاب رسمي؟ طبعا، كتاب من رئيس التحرير. شو هذا؟ هذا كتاب من مجلة أخي المزارع. صحيح، هي المجلة اللي أنا بشتغل فيها. طيب شو دخل مجلة أخي المزارع بالثقافة والسينما؟ ليش مو من حق الأخوة المزارعين يتثقفوا سينمائيا؟ من حقهم ما اختلفنا، بس هي مجلة متخصصة بالمزارعين والزراعة، يعني بصريح العبارة يا ريت تتركوا الثقافة والسينما لأهل الاختصاص. معلش يا أنسي إذا بتريدي، نحن اللي بنقدر هالشي، وهي الكتاب الرسمي صار بإيدك، إذا ممكن مشي حسب الأصول وسعرنا بسعر باقي المجلات والجرائد. طيب أوكي، أنا رح حول الكتاب للأستاذ مصون وبكرة بتاخد جواب. يعني ممكن ناخد بطاقات بكرة؟ قول إن شاء الله.
عفوا دخيل عينك، يا ريت تحسبي حسابي بشي 4-5 بطاقات، لانه ناوي اخذ المره والاولاد على المهرجان. ان شاء الله خير. بالاذن. تفضل. بدي ياخذ المره والاولاد، ايش هو رايحين سيران على الغوطه انتو؟ ها نحن نلتقي من جديد، وها هو مهرجان سينما التحرر يفتح ذراعيه من جديد ليحتضن تجارب سينمائيي العالم الآخر، سينمائيي العالم الثالث. ولنردد معا شعار مهرجاننا لهذا العام: سينما من أجل التحرر والتطور والتبلور والتنور والتمحور والتفكر. تفضل. طلبات الصحفيين صاروا جاهزين استاذ. اوف اوف اوف، كل هدول طلبات صحفيين؟ 125 طلب. ليش كم جريدة ومجلة فنية عندنا بالبلد حتى يبعثوا لنا 125 طلب؟ استاذ هاي الطلبات مو بس من الجرايد الفنية، هاي القائمة عندك. اوف اوف اوف، العمى شو هاد؟ مجلة اخي المزارع، جريدة صديقي العامل، جريدة النقل والمواصلات، دورية المهندس العربي، فصلية التراث الإسلامي، شهرية علوم الفضاء، وهدول كلهم شو دخلهم بالسينما؟ أما غريبة، لو حتى مجلات الأطفال ما وفرونا. والمشكلة يا أستاذ إنه كل هدول بيحضروا المهرجان وما بيكتبوا شي عنه. إيه طبعاً ما راح يكتبوا شي، لأنه بالأساس هالشغلة مو شغلتون. شو ناويين تعملوا أستاذ؟ تركي لي هالطلبات عندي لأدرسها على مهلي. وزعتوا بطاقات الفنانين؟ طبعاً طبعاً، بعتنا 150 بطاقة لنقابة الفنانين وقال هن بيوزعوهن بمعرفتهم. بكره بتلاقي نص الفنانين بلا بطاقات، وما بتشوفي الا الكومبارس منزعين باول صف، والفنانين الحقيقيين بتلاقيهم قاعدين برا. بتعرفي يا انسه، انا عندي المهرجان كلكم وحفل الافتتاح وخطابكم. بالله لو سمحتي عادي عادي لسمعك الخطاب عادي. سينما التحرر لهذا العام، ومن العروض الهامة لهذا المهرجان الفيلم العربي المنتظر نافذة على الشباك، وهو من بطولة النجم العربي الكبير عماد سرحان الذي اقتنصنا منه هذا اللقاء السريع. صباح الخير أستاذ عماد. أهلا وسهلا يا فندم، إزاي حضرتك؟ تمام والحمد لله. اسمحي لي يا فندم في البداية أغتنم الفرصة ديت علشان أوجه تحياتي لجميع إخواني وخلاني من الجمهور الحبيب، شايفة حضرتك، في مختلف أرجاء الوطن العربي من المحيط الخليجي على امتداد أطرافه حقيقي يعني. أستاذ عماد، يا ريت تحكي لنا شوي عن فيلمك العربي الجديد. هو في الحقيقة زي ما حضرتك عارفة، نفزة على الشباك، نفزة نفزة، عارفة يا فندم، نفزة نفزة على عوالمنا الداخلية، نفزة على أحاسيسنا الملتهبة، نفزة على سيمياء الوجع والقهر والحرمان، نفزة على آمال وأحلام الجماهير العربية في جميع أطرافها. طيب أستاذ عماد، يا هل ترى شو هو شعورك لما بتجي لهون وبتلاقي هالاستقبال كتير حلو من الناس لإلك؟ ينهار زي بعضه حضرتك، وده سؤال يتسأل يا فندم. هو شعور يعني ما يتوصفش، ما أقدرش أعبر عنه. أنا دائما بشعر لما باجي هنا إني جاي لبلدي التاني، وما بشعرش بالغربة خالص خالص. ليه؟ عشان ايه؟ ما اعرفش. اسأل نفسي الاقيها ما تعرفش حاجة. ومن الجائز، فهم حضرتك، من الجائز بشكل اكيد لا يقبل الشك، اني قاعد هنا بين اهلي وخلاني وحبايبي. بعدين زي ما بقول لحضرتك، الشعب هنا مضياف قوي، كريم قوي، والجمهور السينمائي جمهور مثقف وواعي وزواق. على أيها حال، أنا متأسف حضرتك، يعني مضطر ومجبر على الاعتذار. نفسي نفسي قوي إني أحضر ندوة عن السيما العربية وواقع التجزئة. باي. طيب شكرا كثير أستاذ عماد، وآسفين لأنه أخذنا من وقتك لسمين. ويسرنا أعزائي المشاهدين أن نلتقي مع الناطق للمهرجان. صباح الخير أستاذ مسلم. أهلا أهلا، صباح النور.
ترى ما هو جديد مهرجان سينما التحرر لهذا العام؟ هو الحقيقة إلى جانب مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة والمتوسطة، هنالك أسبوع لأفلام المخرج الهنغاري بولوتوف ياباوف. هذا المخرج الطليعي والتقدمي. طبعاً طبعاً. طبعاً في عنا كمان مسابقات لأفلام الحرب الباردة ومظاهرة، قصدي تظاهرة لأفلام قضايا العالم الآخر، قصدي يعني العالم الثالث. طيب أستاذ مسوم، ماذا عن الندوات؟ هو الحقيقة من أهم الندوات الموازية لأفلام أو لعروض الأفلام، في عندنا ندوة عن السينما العربية وواقع التجزئة، عندنا ندوة عن السينما في تشيلي، عندنا ندوة عن الموجة الجديدة في الكاميرون. طيب أستاذ مسون، يا ترى شو هي أخبار الأفلام المحلية في هذا المهرجان؟ هو الحقيقة يعني كان المفروض نشارك بفيلمين روائيين، لكن للأسف أحد الأفلام ما لحق معنا، مع أنه بدينا بإنتاجه من سنتين، لذلك اختصرت مشاركتنا على فيلم روائي واحد. نتمنى ينال إعجاب الجمهور إن شاء الله يا رب. شكراً كثير أستاذ مصطفى. شكراً لك. شكراً كثير أعزائي المشاهدين. أعزائي المشاهدين بونسوار، مثل ما خبرتكم قبل شوي أني مخبيت لكم مفاجأة كثير كثير حلوة، وهي عبارة عن دردشة لطيفة كثير مع الفنان العربي الكبير عماد سرحان. أستاذ عماد، شو بتخبرنا عن فيلمك الجديد نبدي على الشباك، وإمتين رح ينعرض عندنا بلبنان؟ هي ساقة بيت إني انشغلت شوي عن جمهوري الحبيب بلبنان، وأنا ما بخفيك أبداً إني بعتبر لبنان بلد التانة، يي 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 على شعب لبنان وهوى لبنان وأرز لبنان. لك يا عمي هاي لبنان جنة الدنيا. مرسي كتير لألك. وبالنسبة للفيلم، هو مش فيلم بالمعنى الدارج، هيدا رسم سينغرافي للواقع، للواقع العربي. ومثل ما بتعرفي أنسي ليليان، الواقع العربي واقع مرير، كتير مرير، مش مفهوم أبداً. معك حق أستاذ عمان. طيب شو بتخبرنا على السينما اللبنانية؟ شلون بدي أقول لك؟ السينما اللبنانية سينما عريقة وضاربة بالكده، وأنا أمنيتي أني أظهر هيكي بفيلم من إنتاج مشترك بيننا وبين لبنان. إن شاء الله بيتحقق هالشي عن قريب، وميرسي كتير لألك. ميرسي لألكون وميرسي لالله يلي حقق لي هالفرصة تقلتي مع جمهوري الحبيب بلبنان. ميرسي. دبرت شي لقاء مع عماد سرحان؟ لا والله ما قدرت دبر، عم يقولوا معجوق كثير، عم يعمل 3 لقاءات بالساعة. وأنا كمان ما قدرت دبر، بس في جماعة وعدوني دبروا لي معهم موعد بكره الساعة 12، شو رأيك تروح معي؟ طبعا بروح معك، معقولة عماد سرحان يجي لهون وما نقدر ناخذ منه لقاء؟ لك مطلوب مني اللقاء ل3 جرايد؟ وأنا مطلوب مني ل5. شو رأيك نتسلى بكم لقاء مع فنانين المحليين؟ لك اتركنا هلا مع فنانين المحليين، هدول تحت فينا، ايمتى ما بدنا نقدر نعمل معهم لقاء. المهم هلا نركز على الضيوف. قولتك، الضيوف ابدا، بس المشكلة ما حدا فاضي. لك شو رأيك؟ أنا أعمل معك لقاء وأنت تعمل معي لقاء. إيه والله جبتها، فكرة حلوة. امشي نقعد هنيك ونقابل بعضنا، تفضل. أستاذ عماد سرحان، حبذا لو نسمع رأيك في السينما التونسية والنظارة التونسية بشكل خاص. في الحقيقة أنا أعتبر أن تونس الخضراء هي بلدي الثاني، ودائما أقول أن جمهور النظارة في تونس ذواق ويعشق السينما الملتزمة بقضايا الإنسان المعاصر، والسينما في تونس قطعة خطوات باهية في السنوات الأخيرة. أستاذ عماد، طالما أنك من عشاق السينما التونسية، فلماذا لا تشارك في فيلم تونسي؟ في الحقيقة أنا أنتظر هذه الفرصة لأشارك الأعزاء في تونس في فيلم من إنتاج مشترك. يعيشك أستاذي. يعيشك، يعيشك يا أخوي. الله ودي عايزة كلام يا فندم. دي مصري، عارف عرضتك؟ دي مصري أم الدنيا بقى والفنانين حقيقي يعني. وأنا لما بكون في مصر ما بشعرش بأي غربة خالص. في الحقيقة يا فندم دي شهادة منعتز بيها قوي. بعدين أنت لما تقولي سيمة هتقولي مصري على طول. فهمة يا أختي؟ ولما تقولي مصر هتقولي سيمة على طول. ملاحظة معايا؟ تلازم؟ ده تلازم بقى.
اه طبعا يا فندم. طب انت حضرتك عاوز تقول ايه من خلال فيلم نافذه على الشباك؟ الفيلم ده فاهم حضرتك، الفيلم ده بصيص من الضوء على حزمه من الظلام الدامس، اعاده اكتشاف للواقع العربي بتاعنا، يعني زي ما تقولي حضرتك ترجمه ديموغرافيه اركيولوجيه لمعاناه الانسان العربي. وانا بتمنى مخلصا بقى من كل قلبي انه يعجب لجنه التحكيم وحضرات الجمهور والنقاد. طب ربنا يوفقك يا فندم. ميرسي قوي. اهلا بيك. السلام عليكم. وانا واخد معايا ديلي. في الحقيقة اكتب عندك، اكتب عم تكتب. في الحقيقة انت لما بتسألني ايش رأيك في السينما الأردنية كأنك عم تسألني عن السينما تبعتنا، فاهم كيف؟ زي ما قلت لك. ليش؟ لأنه نحن والأردن بلد واحد، ما بنقدرش نفرق بيناتهم أبدا. اكتب عندك، اكتب زي ما قلت لك يعني. وهلأ أنا بعد المهرجان نازل على عمان طوالي، راح أقعد لي أكمل يوم وأرجع لهوني، فاهم كيف؟ اكتب عندك. بعدين أنا بعتبر إنه الأردن بلد التاني والشعب الأردني زي هلي تمام، فولي وانكسمت، فاهم كيف؟ اكتب عندك، اكتب زي الخوات. واكتب عندك كمان اني رح اعمل اكمن فيلم، هيك اكمن فيلم مع اشقائي في الأردن، عبود الرحاحلة ومسعود البطايني ونواف الهبابي وعثمان الشواقفي. اكتب عندك، اكتب، فاهم كيف؟ زي ما قلت لك يعني هدول كلهم اشقائي وانا وياهم زي الخوات تمام، فولي وانكسمت، فاهم كيف؟ اكتب عندك زي ما قلت لك. شغلين هالريكوردر طال عمرك. انا بعتبر اي بلد بالخليج هي بلدي الثانيه، واهل الخليج اهلي واصحابي، واول ما اوصل لعندهم يغنوا لي كلهم، يغنوا لي يا طيب القلب وينك حرام تهجر ضنينك مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حنينك اتخيلك في المرايا. ايه شو اخبار حفل الختام؟ توزعت كل البطاقات. خي رح يخلص المهرجان. بتعرفوا انه بعد المهرجان ناوي نام يومين كاملين وبدون هز؟ حقك. ليش قليلة هالتعب اللي تعبناه؟ مبروك استاذ نمر، سمعت انه اللجنة رح تعطيك الجائزة البرونزية. مبروك لنا كلنا، الجائزة مو بس إلي. على فكرة توزيع الجوائز ما كان عادل ابدا. صحيح، ولازم نحكي مع اللجنه قبل ما تطلع النتائج. ليش شو ملاحظاتكم على النتائج؟ يعني كل الافلام اللي شاركت بالمهرجان اخذت جوائز الا الفيلم الكوبي. ليش يعني؟ حلوه يطلع من المولد بلا حمص. بعدين السينما الكوبيه عريقه وطليعيه، ومو حلوه ابدا يجوا الاصدقاء الكوبيين ويشاركوا بالمهرجان وما يحملوا بايدهم شي جائزه وهن راجعين لبلده. معكم حق. طيب ليش ما بيعطوهم جائزه لجنه التحكيم؟ راحت للفيلم الإيراني. طيب مندبر لهم جائزة غرفة صناعة السينما. راحت للفيلم المصري. أصبح ما في غير أن نحكي مع جمعية النساء السائرات، بركي بيعطون الجائزة الخاصة فيهن. إيه مو معقول الحكي، الفيلم الكوبي ذكوري بحت، يعني ما له علاقة بالنسوان لا من قريب ولا من بعيد. هو بصراحة أنا ما شفت الفيلم. عن شو بيحكي؟ بيحكي عن واحد نجار كان ماشي بالريف وانتقل للمدينة. خلاص خلاص خلاص، طالما في نجار مندبر لهم جائزة اتحاد الحرف. ألو نعم. يرضى عليكي، أعطيني اتحاد الحرف. حاضر أستاذ. ألو أستاذ نادر، الأستاذ مصوم ده يحكي معك لحظة. ألو أستاذ مصون، الأستاذ نادر معك على الخط. ألو نعم. أهلين كوثر، كيفك؟
أنا الحمد لله، خليها لله. مطووشين بالمهرجان بتعرفي. قليلي، إن شاء الله انبسطتوا بحفل الافتتاح؟ انبسطتوا؟ أي منيح. بدك بطاقات لحفل الختام؟ لا ولو، تكرم عينك. كمان بدك تروحي أنت وبيت حماكي؟ إيه على عيني. اسمعي، بعتي لي حدا من هون لآخر الدوام وأنا بأمن لك يا هون. لك تكرمي. أوكي، يلا باي باي، الله معك. ما رح أرد. شكراً، شكراً كثير أستاذ نادر. أهلين، الله معك. مش الحال، وافقوا يعطوا الجائزة لفيلم الكوبي. حلو. إيه منيح، هيك ما حدا بيزعل منا. شو يا جماعة؟ ما بدنا نودع إيماس سرحان؟ بده يمشي اليوم ها؟ إيه يلا، تفضلوا. يلا. إيماس، ليش ما بده يحضر حفل الختام؟ قال عنده ارتباطات كثيرة. أنا عم فكر أعرض عليه المشروع يلي حكينا فيه باجتماع السينمائيين العرب. شو رأيكم؟ فكرة ممتازة، وعماد سرحان أنسب واحد لهالمشروع. وبيرحب بالفكرة كتير. أنت ما شفت هالمداخلة الجريئة اللي عملها بندوة السلام العربية؟ يلا لكان، شرفوا شرفوا. الاسم بالخير بقى؟ ريتا. ريتا، زي اسم مرتي الأولولانية. تفضل. أستاذ عماد. أهلا مدير المهرجان. يا أهلا وسهلا. بارك الله فيك، بارك الله فيك. بارك فيك. أهلا أستاذ عماد. يا أهلا، أهلا سكرتيرة مدير المهرجان. إن شاء الله نشوف وشكو بخير بقى، ومتشكرين قوي على كل حاجة. بصراحة يا جماعة خجلتمونا، خجلتمونا تماما. ولو يا أستاذ عماد، هذا بلدك الثاني. أنت بين أهلك وحبايبك يا أستاذ. الله يسلمكوا قوي، الله يسلمكوا قوي. باهي باهي. صحيح أستاذ عماد، ولو أن الوقت غير مناسب، بس حابب أعرض عليك فكرة مشروع جديد. تفضل تفضل، ويش عليك؟ نحن باجتماع السينمائيين العرب قررنا نعمل فيلم عربي مشترك. حلو قوي، حلو كتير كتير حلو. وهالفيلم هاد خيري، يعني ريعه راح يروح لصالح المعوقين العرب بالوطن العربي. ممتاز كتير، هايل، يعيشك. سيناريو الفيلم جاهز، واحتمال كبير يبدأ التنفيذ بعد شهر. وبصراحة ما لقينا أنسب منك لبطولة الفيلم. ميرسي قوي على اللفتة الحلوة ديت، بس بردون ما بدر منوب، لأني بعد شهري طالع على فرنسا. يعيشك، عندي مشهدين مهمين بفيلم فرنسي بلجيكي إسباني مشترك عن تفعيل التطبيع مع إسرائيل. فرصة تانية إن شاء الله، فرصة تانية. يعيشك، باهي، بالإذن. السلام عليكم يا ربع.